لو في البداية حضرتك تكلمنا عن أهمية تعزيز وزيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة. هي الطاقة هي الحياة الرئيسية أو العمود الفقري للحياة في جميع المجالات. الطاقة التقليدية أو الطاقة الأحفورية فهي موجودة من زمان، احنا بنعتبرها الجد، وبعد كده الطاقة المتجددة هي الأبناء والأحفاد اللي هو ما يستجد من الطاقات المتجددة زي الهيدروجين الأخضر وما شابه ذلك. الطاقة الأحفورية حاليا لا غنى عنها، ولكن لما بنعمل اتفاقية مع شركة زي شركة أباتشي، شركة أباتشي أنشأت سنة 54 وأصلا هي في من أمريكا، والتخصص بتاعها في الغاز والبترول. وصلت مصر سنة 94 واشتغلت وأنتجت سنة 95، والشركة دي لها هي تعتبر من الشركات العاملة في مجال الهيدروكربونات. أما بنتكلم عن الهيدروكربونات يعني بنتكلم عن البترول والغاز الاثنين مع بعض. لها مساحة أو حق امتياز في مساحة 11.2 مليون هكتار داخل جمهورية مصر العربية، ودي لها 23 امتياز داخل جمهورية مصر العربية، 19 منهم شغالين بينتجوا. دي ثالث أكبر منتج على مستوى البلاد داخل جمهورية مصر العربية. لها شركات في الصحراء الغربية اللي هي شركة خلدة اللي ماسكة جنوب مرسى مطروح والصحراء الغربية بالكامل، ماسكة قطاع بني سويف والفيوم وأكتوبر من شركة اسمها شركة أرون، وبتشارك حقل شمال شرق أبو الغرديق مع شركة موبيل أو شركة شيل. فتأثيرها داخل جمهورية مصر العربية تأثير قوي جدا. مصر بالنسبة للشركة دي بتعتبر هي 21% من إنتاج الشركة. عظيم. وال 14% من الاحتياطي بتاعها. فإذا هي شركة كبيرة جدا من 6 شركات داخل جمهورية مصر العربية عالمية، زي شركة إيني بي بي الإنجليزية، وشركة أباتشي، وشركة إنرجي ناس بتاعت ماليزيا، وشركة كويت إنرجي، وشركة شيل. طيب هي من الشركات الواعدة داخل جمهورية مصر العربية.